بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ولبيته الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي أخواتي أحرار وحرائر ليبيا، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدو هذه المظاهرة في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الموافق بإذن الله تعالى الثامن من ديسمبر 2023، 24 جماد الأولى 1445. نسأل الله التوفيق والسداد. خير ما نبدي به كلمات من كتاب الله سبحانه وتعالى يتلوها علينا القارئ عبد الرزاق حبيب، فليتفضل. الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحرار وحرائر ليبيا الثابتين على العهد والقضية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن نترحم على شهدائنا الأبرار، نحن تنسيقية ميادين الثورة لا زلنا في رباط لليوم 62 دعما وتأييدا لأبطال المقاومة في غزة العزة في عملية طوفان الأقصى ضد الكيان الصهيوني بدعم أمريكي غير محدد بإرسالها لحاملتي طائرات عملاقة ومساندة فارجات بريطانية وكذلك مسيرات ألمانية وأسلحة فرنسية لتحمل عبر جسر جوي لنقل الأسلحة والذخائر والصواريخ والمصفحات إلى إسرائيل خلال العدوان على غزة، ليصل العداد الحربي إلى 10,000 طن عبر 200 طائرة ودعم سياسي أطلسي صليبي وأجهزة مخابرات عالمية بما فيها حكام العرب حماة إسرائيل. بعد حصارهم لغزة بقفل المعابر ومنع الإغاثة، كل هذه الجيوش في حرب عالمية على غزة المجاهدة التي لا يتعدى مساحتها 360 كيلومتر. هذا العدوان الهمجي أراح ضحيته من الأبرياء أكثر من 17,000 شهيد، منهم 8,000 طفل و 5,000 امرأة وأكثر من 45,000 جريح. جرائم لم يسلم منها البشر والحشر، خاصة المجازر التي طالت جميع المشافي والمراكز الإيوائية الدولية ومساجد، ليتضح للعالم الحر بأن الإرهاب والإرهابيون صناعة الغرب وبامتياز، وإن الإسلام والمسلمون براءة منه، براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. وما زاد من الأمر سوء هو طمس حقيقة ما يجري على الأرض، ذلك باستهداف الصحفيين بل طالع عائلاتهم، ليصل عدد 75 صحفيا وعامل صحافة آخرها عائلة الصحفي بقناة الجزيرة مؤمن الشرافي، ليفقد أكثر من 21 فردا من عائلته في مخيم جباليا في مزرعة شنيعة
سنيعة قعدت سبقتها مجزرة عائلة زميله وائل الدحدوح، ونحن كأحرار وحراير تنسيقية ميادين الثورة نتقدم ببارق الحزن والأسى ونعزي الصحفيين وقناة الجزيرة في مصابها الشلل، ونسأل الله للشهداء الرحمة وللأطقم السلامة والصبر في جهادهم لنقل الحقيقة للعالم طيلة العدوان بكل شجاعة ومهنية. كل هذه الجيوش والعتاد يتصدى لها فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هم مجاهدين القسام وشعب ضحى بالغالي وكل ما يملك ليسطر أسمى معاني الجهاد، وبطولة يتعجب لها كل ذي بصيرة ويثبت إنه شعب الجبارين في دفاعه عن شرف الأمة الإسلامية ومقدساتها الذي تخاذل عنها الكثيرين من جيوش الأمة الذين ركنوا للذين ظلموا، ومن خلال ما تقدمه فصائل المقاومة على الأرض من بطولات أرهقت العدوان أرهقت العدو ومن سنده ودمرت دفاعاته وقتلت جنوده وجماعات وأحرقت دباباته وناقلات جنده على مسافة الصفر الذي لم يتوقعه خبراء الحروب، جعلت فيهم يقترحون إغراق الإنفاق في غزة التي تمتد لمسافة 300 ميل التي إذا حدث الإغراق يسبب كارثة على المنطقة لا يسلم منها أحد، بل صرح سياسي العدو بضرب غزة بالسلاح النووي، وهذا ما يؤكد فعلا بأن إسرائيل ستنتهي مع أول هزيمة، وهذا ما أثبته المجاهدون رغم محاصرتهم من جيوش الحكام بهزيمة إسرائيل منذ الساعات الأولى ما قبل 7 أكتوبر وبدون جيش تقليدي، وما تسبب به العدو الصهيوني من ردة فعل انتقامية لهزيمته، صب جام غضبه عبر الغارات الجوية على الإحياء السكنية للمدنيين، دمر من خلالها البنية التحتية. طبعا باسم حرار الميدان وحرائر الميدان نرحب بالقافلة التي انطلقت من بلدية حي الأندلس وهي نصرة لإخوتنا في غزة، فنحييهم باسم الحاضرين ونشد على أيديهم ونسأل الله أن يبارك لهم ونتقبل الله منهم. Thank you.
الصف ارجع الخلف يا شباب يا شباب يا حرام الميدان حرام الميدان ارجع الخلف يساعدوهم في التمرين يا شباب هيا لابطال القصاب هيا لابطال القصاب تحية لابطال القصاب نرجع الخلف يا شباب 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 قول القصاب نرجع الخلف عاونوهم هاي بني مع التنظيم راه بسم الله ما شاء الله هاي هاي شباب هاي بعد بسم الله كلمة احتجاجية من مدرسة خديجة الكبرى للبنات تاجورة نحن أولياء الأمور وهيئة التدريس في المدرسة العريقة نطالب ونناشد الجهات المعنية بعدم الخروج من المؤسسة وذلك بدعوى أن المدرسة ستنهار ونطالب بدلا من ذلك بالصيانة المستعجلة كما في جميع المدارس أين الصيانة التي مرت على جميع المدارس المتضررة أين الميزانية التي أحيلت إلى جميع المدارس لغرض البناء والتجديد والتحديث والجودة العالية لبناتنا الطالبات ولمستقبلهم الواعد أين العدل في الخروج في خروج طالباتنا وهيئة التدريس من مدرسة عريقة ذات تاريخ مسجل ومدون على مر السنين منذ سنة 1989 خرجت أجيال وما زالت تخرج ما زالت صامدة هذا النصب التذكاري العريق هذا المنبر القويم هذا النجم الساطع أرادوا له النهاية أرادوا أن يزول لم يقدروا له تاريخه أرادوا أن يتحول إلى مباني تجارية والتي مثلها يملأ البلاد كثير أرادوا أن يطفئوا شمعته المضيئة بالعلم وهذه البداية والقادم أعظم أين ستذهبون بهذا العدد المهول لطالباتنا إلى مدارس أخرى مقتضة ومصابها مثل مصابنا نقص في الآتات نقص في المقاعد ازدحام في الفصول نقص في هيئة التدريس ستخلون بمدارس أخرى من أجل ماذا لغرض ماذا وعلى هذا نطالب نحن أولياء الأمور والطالبات وهيئة التدريس وكل العاملين بهذا الصرح التاريخي نطالب كل من يحمل مسؤوليته تجاه هذا الوطن تجاه طالباتنا أمهات المستقبل أن يتحرك بهذا الخصوص وينظر في هذا الأمر المأساوي لقد قربت الامتحانات وقربت نهاية الفصل الأول مع العلم أن هذه القضية هي قضية منذ سنين وليست مشكلة يوم منذ سنة 2009 ونحن نخرج ونرجع بدون إرادة بدون أن تحرك ساكن في هذه الوقفة أتمنى من الحكومة أن تنظر بعين الاعتبار بهذا الاحتجاج بهذه الوقفة داخل مجلس خديجة الكبرى بصفة عضو مجلس بلدي فوزي طويري مسؤول عن ملف التعليم فالاكتضاض والتعليم في تجورة يحتاج إلى إنشاء مدارس يحتاج إلى صيانة مدارس باعتبار أن العدد وعدد الطلبة في سنة 2020 كان العدد 45 ألف طالب من سنة أولى ثالث ثانوي واليوم إحنا في واصلين في نفس المراحل التعليم إلى 72 ألف طالب قريب الضعف فأتمنى من الحكومة وأتمنى من المصلحة وأتمنى من الحكومة النظر في هذه المدرسة لأن باعتبار أن حصير خلل بالطلبة على أبواب في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول المدرسة هذه منشأة من قبل 2010 وبصراحة حق في الصحيح أنها تستاهل صيانة لكن بس تستاهل لهدم ولا تستاهل انتقال طلبة ثم الطلبة في نص الفصل تكيف يا ودي كيف حتى من حالة نفسية الطلبة عندي طلبة البارح ما لقدوش بكرة طالب بناتي يعني من الخوف يعني كيف من الخوف والرعب بيمشي المدرسة الثانية المدرسة الثانية فيها 50 طالب الفصل بتحط فيه 50 طالب ثانيين ثم يقبلهم شو من أمس قالوا لهم ما تجوناش يعني تعلاش هيك يعني يا سيدي تستحق صيانة مع أن ما نقول وفيها مساحة فاضية بإمكان يبنوا مدرسة ثانية بجنبها بعدين يعني يحولوهم قابل صيانة احنا مش راضيين احنا راضيين بها الصيانة وراضيين ان حتى يبناه ونفرحوا ماذا بينا يكون مرفق تعليمي قنين وكل شيء لان بيقروا فيه صغارنا وبيطلعوا جيل ان شاء الله يعطوا بادلة مستقبلية ان شاء الله لكن نجي في لحظة في النهار والليلة صغار عندي يعيطوا يقولوا هادم المدرسة تشيني هادم المدرسة هادم المدرسة مجيش لها في شهر 11
بشكر قناة تناصح على الاستضافة في ظل الغيث النافع. بلدية تجورة قامت بغرفة عمل غرفة للطوارئ. الغرفة طبعا موجود فيها الأجهزة الخدمية والأمنية داخل نطاق البلدية، وأيضا نخبة من الرجال المتطوعين اللي هم نلقوا فيهم في كل أزمة متواجدين في الأرض. قمنا المرحلة الأولى بعمل احتياط لتفريغ اللاجون الضواحي، ومدينا شفط للزراعية كحل لتفريغ اللاجون حتى نخفوا من الضغط على عمارة الضواحي. أيضا قمنا بتركيب اليوم مضخة في مخرج سبان، وحاليا قدامكم آليات الحفر توسع في المخرج سبان. المخرج هذا طبعا الناس اللي تشكي من جهة الوسط تجورة وغودش والصامت، السبب أن البربخ مكتمل متعبي، هذا سبب تواجد المية في الشوارع. لكن المضخات كلها تشتغل وبطاقتها الكاملة، وأيضا استعنا بسيارات الشفط الخاصة لقلة الإمكانيات شركة الصرف الصحي من السيارات. لكن الحمد لله لحد الآن الأمور كويسة. نطمن أخوتنا المواطنين على أساس الغرفة موجودة على 24/24، وموجود فيها أرقام هواتف موجودة في صفحة البلدية للي صارت له أي طارئ يقدر يتواصل مع الغرفة. وننبه أخوتنا المواطنين أيضا بقل تنقيص الحركة في الشوارع، لأن سيارات الشفط تتحرك ومدابينا كل ما تكون الطرق خفيفة يعني تكون حركة الشاحنات أسرع. وبإذن الله الأمور طيبة وإن شاء الله ربي سهل الحال. سبب الهبوط هذا تهالك البنية التحتية، الخط بالكامل متهالك، وحولنا فيه مراسلات كذا من مرة، وهذه يمكن ثالث مرة نخدمه نفس الهبوط نفس المكان. الخط يعني يعتبر متهالك تماما. طيب باش مهندس انتو اهل الاختصاص، يعني وكأني فهم من كلامك ان الصيانة لم تعد تجدي، هل هناك حل جذري لهذه المشكلة؟ اكيد ضروري يتغير الخط بالكامل من جزيرة البرناج لعند كوبري المدار، تغيير الخط بالكامل. يعني نحن نريد أن نقلل من مخاوف المواطنين اللي تابعناهم على منصات التواصل الاجتماعي لما تم تناقل الحدث، لكن في نفس الوقت أمر يكون مبني على أسس علمية مهنية. يعني بالنسبة للخط هذا متهالك، هو يعني بيتوقع في كل مرة يصير هبوط في مكان معين، وإن شاء الله الأمر ما يخوفش بعون الله. طريق مستعملة، يعني هل تنصح المواطن بإغلاق الطريق؟ شنو أنتوا توجيهاتك؟ لا بالنسبة للهبوط لو حيوية هي. لو نخدم الهبوط نخدمه إن شاء الله بتمشي مورا بعون الله. والخط هذا نعاني منه بالنسبة لي شخصيا من 2006 إلى غاية 9/2023. يعني لا مضاضة من 2006 نحن تو ندخل في العام، كل مرة في نهار، وتو الدولة الليبية الحمد لله أعطت لي شركة تحفر بالحفر النفقي أو الحمد لله قدامك المسير اللي بالتجديد. هذا الخط متهالك، هو قطاره باسم المنطقه دي 2000 اتجاه الشرق و1000 اتجاه الغرب، متهالك وقديم وعمر الطريق انتهى ويسبب في انهيارات، والطريق هذه غير امنه حتى على المواطنين، مش امنه. طيب ليش ما وصلتش توجيهات من السابق؟ يعني في السابق هذا احنا التوجيهات المخاطبات الاداره متاعنا تابعينها يدل على ذلك ان في موجود مسير وفي شركه الائتلاف مصرية. طيب باش ما السبب التأخير حتى الآن؟ التأخير هذه الدولة. فوق مستوانا احنا هذه، يعني احنا نعانوا منها، إذا توا صير الانهيار نجوا نفزعوا بالعامية نجوا نديروا في الصيانة، وسوف نستمروا لحين إتمام الصيانة، وإن شاء الله ربي يعاوننا ونامن اللي ماسكين زمام الأمر في الدولة الليبية
للاهتمام بالشبكة العامة للصرف الصحي. طبعا هذا خط متهالك تصير لنا فيه إشكاليات كل فترة وفترة، وكل مرة تصير لنا هبوط في مكان، الله غالب الحداثة هي تصير في جميع دول العالم، والخط هذا طبعا صار فيه هبوط كبير، أحد السيارات طاحت في الحفرة اللي خلفنا هذه، وطبعا صارنا بلاغ عن طريق المقرات اللي تتجاور المنطقة هذه اللي هو مركز خدمات عين زارة، بلغونا على الخط أنه متواجد، جينا أخذنا الاحتياطات الاحترازية، وإن شاء الله الأمور متواصلة ونقوم بالأعمال وإن شاء الله عليها. بس باش مهندس، يعني يبدو أن الصيانة حديثة، يعني سبق وتم انهيار في 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 عين المكان. إيه بالفعل. إيه. كيف الصيانة لما تمت لم تكن بالصورة المطلوبة مع أول؟ إن هي بالصورة المطلوبة طبعا. طبعاً أنقل لك في رأي الشارع ما تبى يتداول على منصات التواصل الاجتماعي. طبعاً هذه من الغرفة للغرفة ما يقارب عليه 50 متر، ممكن إنك أنت تصلح حوالي 3-4 متر من هنا يصير لك هبوط، بعد 10 متر تانيات يصير لك هبوط تاني. طبعاً هي الحفر كان بمستوى مسافة كبيرة، لكن احنا صلحنا من الجهة هذه صار هبوط من الجهة الأخرى، ونفس الشيء بنتواصلوا معاه ونحاول كيف نعالجوه في أقرب وقت. الخط متهالك من جزيرة الفرناج إلى كوبري راس حسن، وكل مرة نعالجه في مسافة بسيطة، والدولة مديرين. عفوا باش مهندس، أنت تعطي في مؤشر خطير، يعني كل هذه الطريق مهددة متهالك. يعني هذا الخط هذا متهالك، احنا نغيره فيه ونصلحه فيه. لو تعيد ترسيم المسافة من وين؟ المسافة من جزيرة الفرناج لراس حسن لكوبري راس حسن. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضور الكريم، بداية كل نجاح عمل مميز، ونحن طلبة مدرسة القالة نقدم لكم بعض المشاهد مسرحية متمثلة توحد لوحة تجسيد مدرستنا درنا التي جاء بها القدر أن تغرق وتختفي ملامح جمالها وطبيعتها الجميلة في مشهد صامت تجسيد روح اللحمة الوطنية وغزوة الأخوة التي شاهد بها العالم ونفتخر بها. لوحة فنية تنفذها براعم وزهارات الصف السادس بعنوان الطفولة، مشهد تمثيلي صامت بعنوان غزة جريحة. نتمنى لكم مشاهدة طيبة مع علمات وطلاب مسجد قلب. تعود على الطالب انه يتعرف على المسرح وكيفية العروض التي تقدم في المسرح، وحاجة تانية حتكسر روتين الطالب ديما قراية وواجبات، يعني فيها تحفيز للطالب حتى لحب المدرسة نفسها. النشاط، لان حتى احنا لما زمان كنا نشتركوا في التظاهرات الموسيقية وفي الرسم كان في حب للمدرسة، يعني نصبح صبح والله عندي حاجة، في تجديد، في نشاط، يعني تجدد من نفسية الطالب، تجدد من الحياة اللي تعودوا عليها الفترة الأخيرة. بصراحة المدارس أصبحت شبه مملة، يعني متوقفة على الدروس، على الامتحانات فقط، ما فيش تغيير فيها، لكن النشاط يكسر حاجز الروتين عند الطالب، حتى المعلم نفسه يجدد النشاط، تجديد نعتبره للروتين اليومي داخل المدارس. أحيي قناة التراسة على اهتمامها ومتابعتها لكل المناشط المدرسية، وهذا ليس بغريب على هذه القناة اللي صراحة نرى فيها كل الأخبار، سواء كان
سياسية واجتماعية أو محلية، فلكم منا كل التقدير والاحترام. طبعا بناء على قرار السيد معالي وزير التعليم بأن هذا العام قد أطلق عليه عام النشاط المدرسي، وحيث أنه تم تخصيص ميزانيات لمراقبات التعليم وميزانيات تشغيلية أيضا للمدارس لأجل تنفيذ النشاط المدرسي على مستوى المدرسة وانطلاقي ثم على مستوى المكتب الخدمي ومن ثم على مستوى المراقبة. فحقيقة تم تحديد نسبة 25% من ميزانية تشغيلية لكل مؤسسة تعليمية. طبعا المؤسسات التعليمية التي عدد طلابها من 500 فما أقل خصص لها مبلغ مالي وقدره 15,000 بما فيه نسبة 25% للنشاط أي 3,750 دينار لتنفيذ خطة النشاط داخل المدرسة، كما أن هناك قيمة أخرى تم تخصيصها للمدارس التي تزيد عدد طلابها عن 500 طالب بقيمة 30,000 منها 7,500 دينار ل 25% لصرف على النشاط. اليوم في زيارة للمسرح الوطني انطلاقا من ان العام هذا عام مميز بالنسبة لمجلس القلم، والوزارة اطلقت عنوان على هذا العام الدراسي عام النشاط، وإيمانا منا بدور المسرح وأنه هو استاد الشعوب. حضرنا تم التنسيق مع الأستاذ أنور تير بارك الله فيه، أتحنى هذه الفرصة لزيارة المسرح وتقديم بعض العروض من طلابنا حتى أشادوا هم القائمين على هذا المسرح أن أول مدرسة في مصراتها تعرض مسرحيات داخل على خشبة المسرح. يعني بالنسبة للعام الدراسي هذا طبعا في أنشطة متعددة رياضية وثقافية، وحاولنا للسنة هذه بإذن الله تعالى افتتاح مسرح داخل المدرسة. طبعا المبنى عندنا لا يوجد فيه مبنى، لا يوجد فيه مبنى مسرحي، لكن حاولنا بأبسط الإمكانيات أن نوفر مكان أو مقر للمسرح، سعيين في تجهيز الخشبة لإبراز مواهب أطفالنا أولادنا وبناتنا اللي موجودين معنا بالمدرسة. دائما نسعى للأفضل، دائما نسعى لطموحنا الأفضل يعني.